محمد دوك من لاعب احد اللاعبين اللي شاركوا في كاس ساتو. انا كنحب ديما وكنشكرها ديما اللي هي الشيخه التاني الله يكثر خيرها، وكنشكر الكوتش ديالي اللي هو كوتش عزيز مدرب البلدية الكوتش ديالي. كان الحمد لله كان الحلم ديالي كنت باغي امتى نخرج ارض الوطن باش نلعب تورنوات انا في الجزائر في مصر في هادي، والحمد لله تحقق لي واحد الحلم اللي هو اللي كنت مشيت للقاهره اللي اي واحد كيتمنى يمشي ليها، بلد مظلم بلد رائع لاي واحد كيتمنى يمشي ليه. الحمد لله حقق لي الله الحلم ديالي وحققته لنا الشيخ عنتاني الكوتش ديالي عزيز بدر بالا اللي الشيخ عنتاني كنشكره كثير مره اخرى. الحمد لله تعرفنا على اصدقاء من الفلبين من مصر من الجزائر من الانجليز موريتانيا كوت ديفوار، كنتعرف مع اصدقاء تعرفنا معهم خدينا الفيسبوك ديالهم اللي باقي كندوي معاهم دابا لحد الساعه ديما كندوي معاهم. كيقول لك كي غادي في المسيره ديالك كي باقي غادي، كنقول لك انا كي غادي تعرفت مع واحد الصديق ديالي اللي هو من كوت ديفوار كيلعب مع اسي كابيتو، تعرفت مع واحد الزميل ديالي اللي هو مصر كيلعب مع الزمالك، تعرفت مع واحد تاوا اللي كيلعب في الفلبين وعرفت واحد الفرقه مات قال لي بلي فازت عليها. كنشكر مره اخرى الشيخه التاني كثير بزاف، كنقول لها مره اخرى الله يكثر خيرها والحمد لله اللي حققت لنا الحلم ديالنا، وكنشكرها مره اخرى وشكرا.